طيب احنا في درسنا enumeration method ودرسنا rules of inference كطرق استنتاج في البروبوزيشنال لوجيك، وكنا نحل امثله صغيره جدا. هلا بدنا نحل مثال كامل على ال rules of inference على هاي باستخدام rules of inference. المثال بيكون، شوفوا هالمثال اسمعوا لي. If I was reading the newspaper in the kitchen, then my glasses are in the kitchen table. إذا كنت أقرأ الجريدة في المطبخ معناته نظاراتي موجودة في المطبخ. If my glasses are on the kitchen table, then I saw them at the breakfast. إذا نظاراتي موجودة على طاولة المطبخ معناته نظاراتي معناته شفتهم وأنا قاعد بفطر. I didn't see my glasses at breakfast. أنا ما شفتش نظاراتي وأنا بفطر. I was reading the newspaper in the living room. أنا كنت أقرأ الجريدة في غرفة الكعبة. Or وفي ناس بسموها الصالون. Or I was reading the newspaper in the kitchen. أو أنا كنت أقرأ الجريدة وأنا في المطبخ. If I was reading the newspaper in the living room, إذا كنت أقرأ الجريدة في غرفة الكعدي معناته my glasses are on the coffee table. Where are my glasses? بدنا نسأل. سؤال بيقول formalize the following text in the propositional logic. اكتبوا في propositional logic. واستخدم rules of inference to find the glasses. يعني ويعرف لي بالاستنتاج وين the glasses. طيب إذا بدنا نحوله لا first order logic إذا propositional logic نيجي منقول okay I was reading the newspaper in the kitchen. هاي نسميها مثلا إيش؟ مثلا RK. Then my glasses are on the kitchen table. هاي مثلا ممكن اعطيها رمز جي كي، فبتصير الجمله هيك خلص. طيب my glasses are on the kitchen table، نعطيها رمز مثلا جي كي. هاي my glasses are on the kitchen table، هاي مرت علينا قبل، يعني معناته هاي هي برضه نفسها جي كي. Then I saw them at the breakfast. I saw them at the breakfast. أول مرة بتمر علينا فبنعطيها SB. رمز SB. I didn't see my glasses in the breakfast. هاي الجملة كلها معناته نفي الـ SB. إيش حكيته؟ نفي الـ SB. نفي الـ SB. نفي للجملة اللي SB. فنحط SB. I was reading the newspaper in the living room. مرت علينا قبل؟ لا. طيب نعطيها رمز RL مثلا. Or I was reading the newspaper in the kitchen. I was reading the newspaper in the kitchen مرت علينا اللي هي RK. فبدها تطلع RL or RK. طيب آخر واحدة. I was reading the newspaper in the living room. مرت علينا. RK. عفوا RL. RL. Then my glasses are on the coffee table. أول مرة بتمر عليه. فنعطيها رمز جي سي. هلا أنا عملت هدول، لاحظوا وير آر ماي جلاسز، الجملة اللي بتقول وين نظاراتي اللي هي إيش؟ يا إما هاي أو هاي، مزبوط؟ اللي هي يا إما جي جي كي أو جي سي. يعني معناته أنا هلا بدي أستنتج واحدة من هدول، بحط السؤال تبعي بهاي الصيغه، بقول اوكي هاي عندي اللي شو ايش بنسميهم، يعني فورماليزيشن جمل الاستنتاجي. ايوه الجمل تبعتنا. وهلا بدنا نحاول نستخدم الرولز اوف انفرنس التسعه اللي اخذناهم من اجل ان نستنتج. يلا هات شو اول واحد طبقوها احكوا. اوكي لا جي كي وجي كي لاس بي معناها بيعطونا ار كي لاس بي.
RK لا GK 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 ل SB ل SB بيعطيني RK ل SB هاي معناته بقدر استنتج ايش R K ل SB لا اس اف هيك بنقرا مش لا نقول ار كي اف ار اس بي بس ضروري جدا 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 نقول كيف استنتجتي باي بني قاعد استنتجتي اولها تي ار نسيتها صراحه ترانزيتيفيتي علاقه التعدي مظبوط بقدر استنتجها على فكره وانا بقدر هاي المعلومه استنتجتها بقدر احطها هون هلا كواحد من الجمل الموجود ار كي then as b يا yeah. دكتور انا بدي احكي على الرول الثانيه يا yeah. بما انه اس بي منفيه فجي كي برضه نوت بتكون منفيه اعطيني الجملتين عشان استنى Yeah. GK then SB إذا عند FGK then SB وفي كمان not SB هذا بعطيني GK نفي GK يعني not GK شو اسم القاعدة هاي موت إشي I think. Huh? Elimination. لا هاي القاعدة. أيوة. Modus tollens. Modus tollens. صح. B modus tollens. If B then Q وعندي not Q بقدر استنتج not B. Modus tollens. Not oh sorry أنا قلت هون شوي بس أمحاها oh راح الكتاب نعاود خلاص هاي واحد وهاي اثنين وهاي قلنا بس انا اعيد اللي كتبته هون هاي ار كي ذن اس بي وعندنا كمان ناط ار كي يا كمان واحده كمان واحد ار ان ثلاث ايش ار ان ار ال لا جي اس جي سي then جي سي اف ار ال then جي سي ومعطينا ار ال اف ار ال then جي سي ومعطينا ار ال وين ار ال هو معطينا اياها بالحكي وينها يعني احنا ما بنيجي بنحسب انه في الكلمات هو يعني انا بطلع عمالي على لا دكتور احكي انا دكتور لازم نعمل RL or RK بما انه RK نفي يعني RL هي الصح ايوه هيك كنت احكي اذا يعني مش هاي القاعده بدي امحى كمان مره RL or RK RL then or or RK وفي عنا not RK هيك بدك then أيوة هي then RL RL هيك أيوة by by شو اسمها conjunction هاي لا شيك elimination بدكم تعرفوا شغلي
اذا ما حطيتوش الباي ترانزيتيفيتي باي مودستولنس الحل بيكون في الامتحانات هاي مقسم عليها 5 علامات هاي اهم شيء ممنوع ما تحطهاش. طيب اذا صار عندنا هون ار ال يا شو كمان هلا بتيجي اللي انا حكيتها هلا بتيجي اللي حكيتها اللي هي صحيحة اللي هي ار ال لا جي سي لا جي سي وعندنا ار ال عندنا ار ال معناها اذا بيعطيني جي سي بقدر اقول جي سي باي مودس شيء مودس بونينس هاي اللي بندور عليها صح احنا بندور يا اما على جي كي او على جي سي صح على جي سي جي كي او جي سي مزبوط yes. يعني I was reading the newspaper in the living room وعلى الكوفي تيبل طلع على الاخر طلعت على الكوفي تيبل مزبوط هاي باربع قواعد اربع خطوات احنا لقينا الحل هلا عمل لحاله عندي شيء هلا السؤال بس مهم مش السلايدات اللي سكروا خليني بس اقول سؤال شغلي افرض انت حنحللها باربع خطوات طبعا بتنحلش يبقى كل افرض واحد حطها في في 7 خطوات هل هذا الحل صح ولا غلط طبعا الزياده زي النقصان زياده زي النقصان فانتوا بدكم ما تحلوش ولا خطوه زياده الشاب اللي يعمل شير سامعيني انتوا نعم نعم دكتور تمام 100% سامعك سامعينك اي واحد بيعمل خطوه ما بتلزمش احنا بنقول نخصم علامات لو طلع الحل صحيح يعني في الاخر طبعا حتى لو طلع الحل صحيح طب كيف بدي اميز مثلا خطوه بتلزم او بتلزمش انك استخدمتها يعني كل هاي يعني انت هو ما لا انت هون لاحظ انت استنتجت اس بي او استنتجت هاي صح استخدمتها في خطوه في اي خطوه من الاربعه هذول استخدمتها هون بعدين طلع عندك نوت ار كي استخدمتها استخدمتها هون طيب طلع عندك ار ال استخدمتها استخدمتها هون ملاحظ طب تخيلوا لو انا عندي هون 40 بريمس وانت صرت تضرب بالشمال وبالجنوب بالشرق وبالغرب ما بلزمش ممنوع في اللوجيك في اللوجيك بدك تستخدم القواعد اللي بتلزم ما بتقدرش تستخدم تضرب يعني بشكل خلينا نقول عشوائي انتبهوا في الامتحانات لهاي لانه عاده مرات بنضيف احنا اشياء على السؤال بتلزمش عشان نشوف الطالب طريقه حله نقيم طريقه حله انها بحله فاهم ولا بحله مش فاهم في اسئله ثانيه